والآن مع أحوال الطقس والحالة الجوية. الحالة الجوية نعود فيها من جديد إلى كاميرنا. شكراً لكم هبة وإيمان، وأهلاً بحضراتكم. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 14، الإسكندرية 24-14، مطروح 23-13، بورسعيد 24-14، الإسماعيلية 26-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 13، العريش 24-13، طابة 25-15، شرم الشيخ 27-18، والغردقة 27-17. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 14، أسوان 30-15، الوادي الجديد 28-11، شلاتين 29-19، وأخيراً حلايب درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.